أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، ففي محافظة الدقهلية افتتحت الملتقى التوظيفي الأول لمديرية التضامن الاجتماعي، في البحر الأحمر كمان تم تسليم مدفن صحي آمن بمدينة القصير بتكلفة 62.5 مليون جنيه. كمان في خبر مهم من جنوب سيناء، في 411 سائح زاروا المقدسات الدينية والتاريخية بسانت كاترين. في الوادي الجديد تم طرح لحوم بلدي في منافذ الحكومة أو المنافذ الحكومية بسعر 280 جنيه للكيلو. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المحافظات في سياق التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الدقهلية افتتحت الملتقى التوظيفي الأول لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حيث إن الملتقى هيوفر 500 فرصة عمل للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات. شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر تسليم المدفن الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية. وبتقع المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 13.45 فدان، وبتقع خلية الدفن على مساحة 10 أفدنة تقريباً. في جنوب سيناء استقبلت مدينة سانت كاترين عدد من السائحين والزائرين لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية والأثرية والبيئية ومحمية سانت كاترين وتسلق جبل موسى وزيارة دير سانت كاترين أقدم الأديرة على مستوى العالم، وبلغ إجمالي عدد الزائرين 411 سائح وزائر. أعلنت محافظة الوادي الجديد طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 280 جنيه من خلال منافذ الوحدات المحلية للمدن والقرى، بالإضافة لطرح خضروات وفاكهة مخفضة الأسعار استمراراً لجهود التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين. أكدت محافظة الشرقية أن مركز مدينة الحسينية بيشهد تنفيذ 139 مشروع في مجال الصرف الصحي ما بين إنشاء وتوسعات وإحلال وتجديد ومحطات رفع ومحطات طرد وخطوط انحدار ومحطات معالجة بتكلفة تقديرية تصل ل 718 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي، وده لخدمة أهالي قرى وعزب مركز الحسينية. شهدت محافظة أسيوط التشغيل التجريبي للوحة توزيع كهرباء العتمنة التابعة لمركز منفلوط، اللي بتعد إحدى المشروعات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً. تزينت سماء الأقصر ب60 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1600 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية، وانطلقت الرحلات من أرض مطار البالون الطائر في مشهد ساحر في مجموعات من أمام معبد حتشبسوت الكامن في حضن الجبل. شهدت محافظة سوهاج فعاليات تدشين مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية أولاد عزاز والمنياوي بمركز سوهاج. بيأتي مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية أولاد عزاز والمنياوي ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر. أعلنت محافظة دمياط عدد المستفيدين من برنامج المبادرة الرئاسية بداية جديدة داخل مدن وقرى دمياط منذ انطلاق فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان جديد. ووصل عدد المواطنين المستفيدين من برنامج المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان جديد 1,779,000 مواطن على مستوى المحافظة.